اهلا بكل مشاهدينا انضموا لنا من جديد. خلينا مع بعض نشوف هيئه الارصاد بتقول ايه النهارده عن الاحوال الجويه. الطقس النهارده هيكون حر بالنهار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، وشديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد. كمان حاله الطقس بالليل هتكون معتدله على جميع الانحاء. هيكون في النهارده نشاط رياح على بعض المناطق، واكدت الهيئه كمان ان نشاط الرياح مستمر على بعض المناطق، وده بيقلل الاحساس بارتفاع الحر ونسبه الرطوبه بالليل. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس النهارده بتنضم لنا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دكتوره منار، صباح الخير عليكي. صباح الخير على حضرتك استاذه منى، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، اهلا بيكي. دكتوره منار، انا لسه بقول يعني بالليل مش هنحس بالرطوبه قوي بسبب ان في نشاط رياح، قولي لي بقى ان الصبح كمان ممكن يحصل كده. هو بالفعل يمكن اليوم تحديدا احنا بنتاثر بوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده بيساعد على عدم الاحساس بنسب الرطوبه بشكل كبير، لكن ما زالت الاجواء خلال فترات النهار مع امتداد منخفض الهند الموسمي على سطح الارض مع كتل هوائيه طبعا يعني قادمه من على البحر المتوسط، بيكون فيها ارتفاع في نسب الرطوبه خلال فترات النهار وخلال فترات الليل، بيبقى مش ملحوظ اكتر بالفعل خلال فترات الليل عشان وجود نشاط رياح بيقلل احساسنا بنسب الرطوبه، لكن اليوم ان شاء الله الاجواء بصفه عامه تبقى احسن بكثير من امس. الاجواء حاره فتره النهار على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، محافظات سواحلنا الشماليه وايضا شمال الصعيد. متوسط درجات الحراره خلال فتره النهار على القاهره الكبرى 33 درجه مئويه، يعني يمكن اقل من المعدلات كمان بحوالي من درجه لدرجتين. خلال فترات النهار ايضا الاجواء شديده الحراره على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء. خلال فترات الليل الاجواء معتدله تماما على كافه انحاء الجمهوريه بسبب طبعا استمرار وجود نشاط رياح لسرعه ما بين 30 ل 40 كيلو متر على الساعه، فده بيساعد على عدم الاحساس بارتفاع درجات الحراره ونسب الرطوبه خلال فترات الليل. احنا الحمد لله طبعا بنشهد استقرار في الاحوال الجويه، ودرجات الحراره تظل حول المعدلات لنهايه هذا الاسبوع ان شاء الله، يمكن مع بدايه الاسبوع المقبل ارتفاع طفيف جدا في درجات الحراره. لا 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 لا، خلينا لغايه اخر الاسبوع ده، مش عايزين نسمع اي ارتفاع في الدرجات. بحوالي درجه لدرجتين، يعني متوقع ما بين 34 وال 35 درجه مئويه. كل الشكر ليكي دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لحضرتك. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نستعرض مع حضراتكم درجة الحرارة. القاهرة العظمى فيها 33 والصغرى 23، الإسكندرية 30-23، مطروح 28-23، سيوة 35-23، بورسعيد 30-23، دمياط 29-23، الإسماعيلية 35-23، والسويس 34-23. العريش العظمى 31 والصغرى 22، طابة 32-21، كاترين 32-16، شرم الشيخ 37-27، الغردقة 36-28، الفيوم 35-25، بني سويف 35-24، والمنيا 35-24 أيضا. أسيوط العظمى فيها 36 والصغرى 24، سوهاج 36-25، قنا 38-26، الأقصر 36-27، أسوان أعلى درجة حرارة النهاردة بتسجل 40 درجة مئوية والصغرى 28، الوادي الجديد 39-25، شلاتين 36-24، أما حلايب العظمى فيها 32 والصغرى 26. وبكده مشاهدينا نكون خلصنا استعراض مع بعض درجات الحرارة، خلينا على طول نروح لعبد الصمد وبسنت نكمل معهم باقي فقراتنا. تفضل. شكرا لك يا منى. شكرا.